أسعد الله مساءكم بكل خير. اليوم عنا طريقة سوفت وير ريسيفر سبايدر الفي 300 الجولد 5G. هاي الجهاز أول خطوة بنضغط منيو، نختار شبكة واي فاي، نختار الواي فاي، نختار الشبكة المراد الشبكة عليها، نختار ترقية، نختار HTTP upgrade، على الكبسة الحمراء Start Update. أسهل وأسرع طريقة للسوفت وير من محل عمار للستلايت، تلفون 078-513-7834. تابعوني على قناتي على اليوتيوب عمار للستلايت. أهلا وسهلا بالجميع. طريقة السوفت وير كاملة. هسه بفتح الجهاز، هي الريسيفر سبايدر البي 300 الجولد 5G. هيك الريسيفر اخذ السوفت وير، هسه هيك راح يطلع بالطريقة الجديدة. باقي الباقات فتحت، مبروك عليك الجهاز، يعطيك العافية.